اكيد طبعا بايد بنا، بايد انه تصير مصالحه بيناتهم، لانه وحده الوطن عن طريق الاخوان المسلمين بتصير. يعني كل شيء بقرب الالفه بين المسلمين شيء جميل، فكيف اذا كانوا اخوان المسلمين هذول الناس اللي دائما وابدا بيقولوا هم الاسلام هو الحل، فلطالما انه الاسلام هو الحل يرجعوا الى المرجعيه الاساس تشريع الهي، فبكونوا هم دائما وابدا ان شاء الله رب العالمين على الطريق السوي، وانا بايد المصالحه. انا بدعو لهم بالمصالحه وبايد هذا الحكي. نعم طبعا، لانهم حزب واحد هم وجبهه واحده، فما فيش داعي للانشقاق يعني. نعم اؤيد، لانه كلهم مسلمين ولازم ما يكون في خلاف. طبعا نؤيد مبادره المصالحه بين اخوان المسلمين، لانه احنا السبب يعني احنا المسلمين شوف كيف ضعضع وضعنا وصير ما نقاتل الا بعضنا، نسينا اليهود، نسينا عدنان الثانيين، نسينا نعادي بس بعضنا. اخوان المسلمين اظن حركه الاخوان المسلمين في الاردن ما شفت انا فيها اي خطر، وطول عمرهم مسالمين يعني، حتى المظاهرات كانوا ياخذوا فيها اذن والناس كانت تطلع معها تنتهي المظاهره بكل يعني هدوء، كل واحد يعود لبيته. الاخوان المسلمين كتله كبيره في المجتمع الاردني، والخلاف بينهم بسبب خلاف في المجتمع، لذلك نحب الاتفاق والمصالحه أفضل من الخصام. أؤيد لنا المصالحة بين كل الأطراف مهما كانت، إخوان مسلمين جماعة أو إخوان مسلمين جمعية. طبعا بأيد إخوان مسلمين، لأنه كلنا مسلمين إن شاء الله.